إن كل مية ويهي دون دقيسة وإن أخوذي كيهين نمن دقلا لكن إن دقبا إن دهانا كو أركا كلي هاتا كرسي دفاع عشو صدحية طمانك النوفمبر وحن بلنقا دينا كل مينا ونديدك كيني دون نادو عليها وحن حقيق صدي إن أنجبي أهم بيسكع سلو حلكي أنك هايي حسبيق كل مية أو حسبيق قبل كي سرعي وحن حقيق صدي إن أنجبي أهم بيسكع سلو حلكي أنك هايي حسبيق كل مية أو حسبيق قبل كي سرعي مركز سومالو دو مهما هيسا وحي كو مهما هذا دعيس كو إنت مديد اللوسو سيتو سيد انتا كل مية مانتا واسنكرات سياسيين تيسونا وحي أمهو قايمين تيسو وحي أبتين كوا آن أو درس سكرين أما آن درس سكرين وحي هذا الصعودة حسنا وحد كتيم دي حفيز بور يو ودا سيغو يو حيرو كعضيو ودا دقية دنبسا وحانا تيم دي بستان يو بير قروح دي دي يو وحسو سار كيغات كيابيس مسؤولين تحس بيجا معارض كي ودني هير قبل يهير قرنو وهليو حلبان محمد حسين ميران أيام أنت حرون تدحي حس بيجا معارض كي ودني قبل كود الكسود ويا حق هي كحجين كرمها بلشة ده حس بيجا كل مية هو إسكس وعس لي حل كي وكه هي حس بيجا كل مية كون صوب براي حس بيجا معارض كي ودني حق هي كحجين كرمها بلشة ده حس بيجا كل مية حسن أفريقيا أو غورينتي هذا الكقاتة أي وحى وشاعي إنه سر رسمي إسكس وعس لي حل كي وكه هي حس بيجا كل مية ونقصوب براي حسبي المعارض كي ودني وحنا هذا الذي سي كمدها ما انتو اي تاريخ وطي تطبيق تونكي بشي سيديداد لابد كون افري لباتنكا مالين سبتيا وعن هالكن كعدينيا ودوني اينا بلشدع قبل الله اوضل يسلل عمي بلشوين تسومال لان قودة هانتيد ان ربعينا نو عديو اينا نجيبي اهامبا عن اسكاع سلي حلكي أنا هاي حس بيجا تلاط هاي كل مية حس هل كاسوها حجين كارمها بلشة ده قبل كأوضل إنت أنا ده بشركة جن شرايد بلابين وحن إبى فرو قد جيا كلمة رالي جلينة رالي جلين تاسوها كلمة سيان فيرس يفقال أرق يفلقين على هاي نقص وفقت أفقيا أفريقيا لباتن كي بشي شناد لبده كون أفريقيا لباتن كي كلمة داسوها هاي دل كدورش وهذه كل مية وعذية وحرمانت برشدو عطينيا قبل هذا أوضل يسلل إن كل مية ويهي دون دقيسة وإن أخوذي كيهين نمن دقلا لكن إن دقبا إن دهانا كو أركا كلي هاتا كرسي دفاع عشو رجدا نصو قلي سياسة دو آينا ندتك يكو سو كرديو فكر يا أفكار يا أراربا وإن دوني إينا كاكما دليو يول كيغا سياسة ديد أما أهدافت إيا هم بيغان كلاها سياسة دا هل كاس وحقيقة مغطاة هذه ما يهوك ديرون كل عمويان إن أنا وحبا إيجا سوصعون هان كيجا سياسيين نانا كاكم ردلين كارين سيدا أودت وحان حقيق صدي إن أن جيبي أهام بيسكع سلو حلكي أنك هايي حسبيق كل مية أو حسبي قبل كي سرعي أو كو فوقين كلا فوقين تأيي كلا إردين تا داتك ديغان كيجا كل مية مركز سومالو دو مهما هيسا وحي كو مهما هذا دعيس كو إنت مديد اللوسو سيتو سيردين تا كل مية ما أنت واسنكرات سياسيين تيسونا وحي أمهو قايمين تيسو وحي أبتين كوا آن أو درس سكرين أما آن درس سكرين وحي هذا الصعودة بلشد السومال لان وحنو عضينا يا أما دل يرت السومال لان وحنو عضينا يا سومال دو وحيكم ما هذا دقر قريات نبت بالي وتا معنيد وتا دل يروي أنو دحلكي نبت بات سنوا رقا ما أنت قلبضي حسب قا قلبضي فرديتك أنو قرنك كبت بادينو asxaabtay da inuu wada magacowneen ee gobolkan loo soo magacaabay 22kii bishii 2024kii war halka waxa ma yaalaan xaaladda waa ogti in aad dhas dhax fadhidaan waynu sognahay waa idiga soo horeeyay sahan baan idii ahay ana idii soo dhaweynaya halkan dawlad baa joogta hadaan maqli jirteen wadani dawlad baa joogta dawladdi oo rasmi ah xafiiska madaxtooyada ka dhimay kaliya taasina insha Allah 13 November ayaynu insha Allah codkeena u midayn doonaa codka 13 November sheeko yar baan doonayaa inaan ku daro sheekadaas waxa nin qurbajooga ayaa wuxuu la qadeynayay waliba qolo qurbajooga waxa la qadeynay oday reer miya sidoo hilibkii uu cunayay baa waxa dhacday hilibkii baa ku istaagay hilibkii markuu ku istaagay qolada qurbajoogta inta badan say wallahi baa la yiraahdaa luqad way ku yar adagtay oo carabkay laabaan markay Soomaaliga ku hadlayaan odaygii markuu raftay biyo u baahday markuu biyo u baahday ayaa gabar yar oo qurbajooga garab joogtay ku tiri adeer ما بيان كا كينا
صدحية تمانك نوفمبر وحن بلن قادنا كل مين ونديد كاكين دون نادو على إيه انت هسيك دي بايا وحا هذا الكيس كاك لدن بي مسؤولين تاك لدوان هير ديك مو هير قبل يهير قران يحس بيغا معارض كي وداني وحينا سي بلاران وسو دوين حسن افريكا هو كميدها مسؤولين تحلالك كهي قبل كاود اللي يحس بيغا كل مين وحا ما انتوي تاريخ لطهي تدوبية تباكي بشا وحا نقوب جوغا يالكن هاي وحا نمرخاتي يالكن هاي وحا نسيو مق يميزان علوس با نقصو دويننا حقايا كحيانكي الرمها بلشدا قبل كاود حسبيغا كل مية وحان لين هاي صاحب كسو دوو حسبيغا رجدا اسبدالكا يو بدبادين تدالكا وضري وحان آذ غفر حسنا هاي ان دان يرتا انتو دا دميركا نمغشدا يدرين كبالا صاحيبا اي ماان تكود الدركسيهين ان كل مية ومد الرئيسو مالي لان سيقود يو بدكا قبل كاود الباكو نول inu no meel wadin waxa la aaminsanahay in kulmiye laga badbaadiyo dhamaan hagaardamooyinka uu geystay 14 ka sano waxaan leeyahay saaxiibkay maanta waxaad garatay dowgii umadan iyo dadkan iyo gobolkan iyo umada Soomaaliland iyo dalkan baa lagu badbaadin lahaa soo dhawow waan leeyahay waxa dhamaan goob joogayaala dhamaan masuuliyiinta gobolka oo hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka sidoo kale waxa goob joogayaala xogayo ku xigeenna heer qaran xogayaal buuxa waxa goob jooga xildhibaankeenii weynaaye meedhane oo ah xildhibaan aad ugu culus umada gobolka Hawdal iyo afayeenkii xisbiga maxamed dhamaantiin iyo dhamaantaynuba waxa goob joogayaal u nahay saan ugu soo dhaweyn lahayn cid walba oo dareen qabta cid walba oo qabta fikirkeeda in umada la badbaadiyo inay maanta muhiim u tahay dalkana la badbaadiyo aad iyo aad baan ilaahay baa mahadle marka koobaad waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa maanta xogeyaha ku xigeenkii arrimaha bulshada ee gobolka Hawdal ee xisbiga kulmiye Xasan Afrika runahaanti ah in macallin oo weyn oo qoyahanka dhalinyarta gobolka mid ah Xasan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa xarunta guud ee xisbiga wadani ee gobolka Hawdal magaalada Buurama ku soo dhawow mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba si mugu iyo miisaan leh waxaan rajaynaynaa inaad nagu soo kordhin doonto cudud iyo firfircooni iyo adiga taageerayaashaadaba waan ku soo dhaweynaynaa waxaan ino ballana isbeddel bay ino ballana guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kelmad kaliya ku oodan halkan madaxweynuhu wuxuu bariga ku marayaa safar buu ku tagay waxaan kelmad oodan lahaa madaxweynuhu wali wuxuu gaari leeyahay saldhigii uu soo raray oo ka soo raray tukaraq ee uu keenay madaxweynuhu ka wareegaysanay wali muu gaarin taasina waxa weeyaan mid ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland isha ku hayaan madaxweynuhu shacabka wuxuu doonayaa isagoona oog tagin oo dhibaatadii ciidanka soo gaadhay saraakiisha wax ka bedelin ayuu haddana codina weydiisanayaa waa arrin aad iyo aad waxyaabaha looga xishooday adduunyaduna ay ku qiimeysa madaxda weeyaan inkastoo inuu isay sharaxin madaxweynuhu ahayd laakiin taasu codina ugu weydiisanayaa marka isha ku hayaan shacabka leh Xasan waxaan leeyahay isaga waxa timiday xisbi ballaadhan oo bahweyn leh oo maanta aad ku soo biirtay aad ula mid tahay kuwii hore ood ka shaqayn doonto niyad sami ku soo gal ku soo dhawow waxaad ka timiday xisbi sharciga dalka baalmaraya oo agaasimayaashiisii iyo shaqaalihii dowladda saf inoo soo gelinaya xisbigii xarunta gobolka Hawdal waa meel shaqaalaha dowladdu ay ka shaqeeyaan weeyii maaha meel xisbi kulmiye leedahay uu ka jiro shaqaalaha dowladda lagu toojargareeyaa oo ka shaqeeya bada saabka laftiisa wuxuu daawadaa shaqaalaha sida loo bedelayo shacabkana wali uma sheegin bada saabku sababta shaqaalaha gobolka Hawdal loo bedelo ay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo u bedelo wali bada saab kuma jawaabin shacabkuna way ka sugayaan bada saab shacab anaga noo soo dirinay waxaad ka jawaabtaa kolba ina shacab aan noo soo dirinay noo jawaabe shaqaalaha lagu hoos dulmay ka jawaab ee ka hoos ooyaya adigoo ah bada saab waliba gobolkan u dhashay xabadaasi waa ceeb ku dul hoganaysa xisbiga kulmiye dul taala shacabkana codka doonaya shacabka waxaan leeyahay waxay noo ballana inaynu iska dul qaadno hagaardamada iyo heeriyada xisbiga gobolkiisu dhacay ee gabagabada ku dhawaad baad maanta way taariikhdu tahay 17kii bishii 8 2024 waxaanu xisbiga rajada shacabka Soomaaliland wadan ku soo dhaweynaa xogeyaha ku xigeenkii arrimaha bulshada saaxiibkay Xasan Afrika oo maanta si rasmi ah isaga casilay xilka iyo xubinnimada xisbiga gobolkiisu dhacay ee kulmiye aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa xisbiga rajada shacabka Soomaaliland wadan Xasan waxaad ka timiday xafiis boor iyo wada siigo iyo xero kacdayo wada digiya dambasa
وحنا تمد داي بستان يا بير قروح ذا ذا يو وحسو سار كي قد كيا بس وما أنتوا حمر خاتوا للي رضا قربائي قد هاجن ما راح ده حسب جاكا بركا ولا صاحب وعد قصور وتها حسب جرا كذا شعك وسمع لنا وضري سدال والله شيء جوا حنسود ويننا وشايت كوينة حسن أفريقيا حويها أنا ربع برشاد حسب كل مية وحن سلا يا حي مركا تجو إنه ولكن كسور دوي حرو تقبل كا أنا وافق قدومي أكو هذا يعني حس بيجو دني كسور دويه على ما أنت حس بيجو كل مية واحد وين بسود دنتي لما كوسير هذا يعني ما شغالة دولة ده قبل كشوجا مرك حسن وحوشي كري وعين ما يدل تاي برشة أوضل بحوشي كري يعني وما يا لك حسن قنع كري وعين برشة أوضل ما قنع كريه سيدا لاش لقيت ra awdal waxay maad ka dhagsay kulmiyeen aan cid ku harin inamada shaqaalahaana saddex bilood baa uga hadhay shaqaalnimadii iyo inta magacaawan ba nimanka wasiirada ee ku kaambeen gareenay waxaan ognahay ee aad ka u liita ee ayaamaha waliba soo sheegi doona waxay bulshada la dhex taagan yihiin waxa la idinkaa waqtigiina waa gabagabo aad qaar ka soo shaqeynaysaa wixii aad kala alfateen kala qaadate kii lagu dul shaqeystay lagu dul shaqeystay kii la adeegsanay waa la adeegsaday kii caloosha ka fikiray caloosha ka fikir waqtigaas waa soo dhamaaday maanta waxa tusaale nool u ah xasan afrika oo maanta ka soo digarogtay xisbiga wadaniyadeed waxa calaamad cad iyo tusaale u tahay in raawd la isugu yimaadeen maanta xisbiga wadani sida darteed xasarow sida raawd la wadani maanta isugu yimaadeen soomaalilaanta barina waxa isugu timiday wadani baa isugu timiday waad ku mahadsan tahay waad ku sharfan tahay inaad ummadaada iyo dadkaaga aad u heeliso inaad diido aragtida foosha xun leh nimanka wasiirada iyo nimanka xisbiga kulmiye matalaya ay wadaan ee lagu wado gobolka awdal inaad diido waad ku mahadsan tahay waad ku sharfan tahay anaguna kugu soo dhaweyna halkana karaamad ku yeelan doonta ee karaamalaan ku noqon maysid waxaad noqon doonta hormuudka isbeddelka dhalin doona hadii la yiraahdo